اهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد عبله. النهارده ان شاء الله هنتكلم على جزء من موضوع عرض الاختراع او الابتكار على لجنه، على مسابقه. طبعا هو الحديث ده دار ما بيني وبين المخترعين ان شاء الله المشاركين معايا في معرض الكويت، لكن انا قلت دي نقطه مهم اعرضها عليكم ان شاء الله تستفيدوا منها. اي عرض انت مشارك فيه، اذا كان معرض، اذا كان تعرض على مستثمر، بتعرض في مؤسسه معينه، في معرض، في مسرح، اي حاجه. فهديكم حاجه يعني نظريه شويه، وهقول لكم على نقط برضو مهمه ان شاء الله تكون مفيده معاك في موضوع العرض. اول حاجه خلينا نبص بشكل عملي، لان انا طبعا هحكي لكم تجربه سنين، تجربه مش دلوقتي بس، او خبراتي اللي انا مثلا دي عارفها من زمان. لا بصراحه انا كنت الاول بعمل الغلط اللي انت بتعمله، اللي انت بتعرض الفكره بشكل مثلا مش واضح قوي، ما بتعرفش تشرحها. انا عشت نفس التجربه، يعني انا مش بقول لكم ان انا يعني من الاول، لا طبعا مش فاهم الحاجات دي، هي جت بالخبره والتجربه وكتير من المشاركه. اكيد بكون خايف، عشان برضه الناس تسالني على الخوف، اكيد بكون خايف، اكيد بكون قلقان، كل ده واحده واحده بدا يروح. لكن بيروح ازاي؟ انا هبدا ايه، اديك كام ملاحظه كده ان شاء الله يكون الفيديو ده مفيد لاي حد عايز يعرض ابتكاره على مؤسسه او معرض او اي حاجه. لكن هكلمك بقى ايه على نقط العرض، بدايه من الاختراع اللي معانا. هنتوقع طبعا اللي انت صاحب فكره، ممكن الفكره تكون حجمها صغير، شايلها زي ما انا شايلها كده، او الفكره قدامي على ترابيزه، هو يا كده كده، او بعرض برزنتيشن. حلو كده، احنا ما فيش اكيد قدامنا حاجه بين الثلاثه. من طرق العرض الجيده، من اول كلام بقى، خلينا نتكلم على الكلام اللي انا هقوله. من بدايه الكلام اول حاجه لازم اكون عندي سيناريو، دي نقطه انا كنت بقولها لهم النهارده على الجروب، سيناريو انا حافظه لمشكله الاختراع اللي انا ابتكرت عشانه حليت المشكله بحل اللي هو ده. كويس، مشكله اول حاجه حلتها، بس مفيش اتنين، بدون الدخول في تفاصيل كتيره. فانا هديك مثال بشكل عملي. انت طبعا ده الجهاز بتاعي بيحل خمس مسامير بتوع العربيه، الخمس مسامير مره واحده. كويس، فاحنا انا في ديباجة حافظها خلاص، يعني انا اوريدي عديت ايه اللي انا ابدا اقول لك، بس انا احاول الخبط نفسي شويه واقول لك هو ده مفتاح عشان نركبه على العربيه عشان نقدر نحل مسامير العربيه، مسمار مسمار مسمار. كويس، انا بحاول الخبط ماشي، وبعد كده تقدر انت تحل المسامير كلها مره واحده مع اختلاف الاقطار، يقدر يفتح ويقفل. تمام، تركب الجهاز فيحل ايه المسامير، واقدر احلهم واقدر اربطهم. بص انا لخبطت لك الكلام، انا متاكد انت مش فاكر انا قلت ايه. حلو كده، احنا خلينا نتكلم بشكل عملي. تمام، طيب خليني اقول لك حاجه ثانيه. ده معاكم جهاز اسمه ابلكس، هو عباره عن جهاز بيحل الخمس مسامير بتوع العربيه الخمسه مره واحده، مش محتاج تحل كل صاموله لوحدها، لان الجهاز بيجمع المسامير مره واحده، تقدر تحلهم وتركبهم. بس انا خلصت كلامي، شوف الكلام ده قد ايه والصيغه بتاعته ماشيه ازاي. فاول حاجه يبقى عندك صيغه انت حافظها سهله بدون الدخول في تفاصيل، انت خدت بالك انا بتكلم الجهاز بيعمل ايه بالظبط، بدون الدخول في كلام كتير. انا يمكن برضه مثال قلته، انا حضرت مره في مؤتمر شخص بيتكلم على حاجه عن اجهزه عشان الميه، لما جاي يشرح على المسرح راح جايب صوره للخريطه وقعد يقول لك منابع الميه منين. فالناس ساعتها قالت ايه ده، غلط، انت هتشرح لنا الميه من اولها، ما تتكلمش على مسلمات، ما تتكلمش عن مشاكل الناس كلها عارفينها، يعني ما تقعدش تعيد وتزيد، لان كتر الكلام بيزهق الناس ويخليهم ما يسمعكش، وهو هيبدا يفقد تركيزه. كويس، فاختصارك على الفكره بسيناريو احفظه، الجهاز ده بيعمل 1 2 3، ده سيناريو بيحفظه. كويس، عندنا سيناريو تاني. تمام، ده بتتسال عليه، لان احنا بنتكلم على حد بيعرض فكرته، وارد اعلام يستضيفك، وارد يسالوك الاسئله دي، انت جات لك الفكره ازاي، او ممكن تقول ده اول سؤال بيساله لك حتى في نجوم العلوم. اي حاجه هتدخلها اول حاجه هي جات لك ازاي. للاسف الجهاز ده مع اهميته ممكن يبقى تحت كده بسبب اللي انت تقول ايه، لا انا عادي انا جات لي فكره كده، انا كنت بقول كده عادي، دي فكره وانا عندي، لان اوريدي عندي اختراعات ثانيه. فكان للاسف دي كانت اكتر حاجه خطا اتعلمت في نجوم العلوم بقى، اللي هم قالوا لا عايزين سيناريو واقعي. ايه سيناريو واقعي؟ قعدت افكر قلت لهم لا، ما انا فعلا حصلت معايا مشكله، وده حقيقي، ده حقيقي بجد، مش بقول ادعاء،
اللي انا في يوم غيرت فيه العجله بتاعت العربيه، تاني يوم هي هي العجله باظت، تالت يوم هي هي العجله باظت، اعتقد حد كان هو بيعملها يعني كويس. لكن انا ظهري واجعني وانا كنت بروح الجيم، قلت الله طب لو حد كبير، طب والدي هيعملها ازاي؟ بدات افكر ان انا ادور على حل كويس. فدورت على حل وابحث وكده، مفيش اجهزه تساعد في الموضوع ده. فقلت طب انا ابتكر الموضوع ده، ما انا اريد، انا مخترع، لان انا كنت قبليها عامل افكار تانية كويس. فالسيناريو ده باختصره بقول ان انا كان حصلت معايا مشكله في حل العربيه اكتر من مره، والدي ما قدرش يحلها، فانا فكرت ازاي ابتكر حاجه، بحثت عنها ما لقيتهاش، بدات افكر، عملت نموذج، انا عملت 6 نماذج عشان اوصل للنموذج ده. سيناريو برضو تكون حافظه بيحكي قصه المشكله اللي خلتك تحقق وتعمل الجهاز ده. خلينا نتكلم عن نقطه ثانيه في طريقه العرض، ركز معايا. وانا مش عشان انا بتكلم مثلا على اليوتيوب او بسجل عن طريق كاميرا فانا بتكلم كده، لا، انا لو جيت اتكلم مع رجل اعمال او مستثمر انا هتكلم بنفس الطريقه. طب انا خلينا اغير الطريقه وانت احكم كمشاهد كويس. خلينا اقول لك هو الجهاز ده، ركز معايا اللي انا مش ببص لك، ها، الجهاز ده جهاز مهم وبيساعد الناس ويعمل كذا وكذا وكذا وكذا. خدت بالك؟ انت مش مركز معايا، انا مركز على الجهاز وانت مركز معايا على الجهاز، كويس كده؟ تمام. الاقناع هنا فين؟ الاقناع مش بالجهاز، الاقناع من بقي انا وبطريقه العرض بتاعتي وثقتي في الجهاز. دي نقطه مهمه جدا، للاسف لما انا اقعد اتكلم وايديا تترعش واقول هو الجهاز يعني بيشتغل، انت مش هتصدقني. خلي بالك، لو انا مش مصدق اللي انا بعرضه انت مش هتصدقني كويس. وزي ما اقول لك، انت خدت بالك في اللحظه اللي انا قعدت اتكلم وابص للجهاز كده، انت تركيزك فين؟ مع الجهاز، بس انت ما فهمتش حاجه، لان انت بتبص الجهاز، الجهاز مش بيتكلم ولا بيتحرك اصلا كويس، فانت ما وصلكش منه اي رساله. تمام. فطريقه العرض الصحيحه اللي انا الجهاز هنا وبتكلم بثقه، هو جهازي، هل انا مش فاكر شكله فابص له؟ مفيش مشكله، وانا بشرح فاقول لك المسمار، فامسك المسمار ده مثلا كده او الصاموله دي واحلها كده وارجع، ابص كده وارجع ابص لك انت، لان انت عامل الاقناع عندك هنا اللسان وطريقتي انا مش الجهاز. ما خلاص لو كده خلي الجهاز لوحده وبلاش انت تقف، صح ولا لا؟ الاقناع عندي هنا بالكلام والبادي لانجوج بتاعتي. تمام. فانا مش بعامل كده على الجهاز، لا، انا واقف كده بتكلم بكل ثقه، ثقتي في جهازي، اللي الجهاز ده مهم جدا واللي انا بحل مشاكل محدش حلها قبليا. اتكلم بثقه، مش مهم ابص الجهاز كويس. ابص للجهاز امتى؟ لما اجي اشيل منه حاجه وهي لحظه وابص لك تاني. انا اعتبر كاني عامل اتصال بيني وبين عينيك، زي انا ببص للكاميرا كده، انا عامل اتصال بيني وبين عينيك. انا لو تحركت انت تفكيرك هيتشتت والتركيز اللي معايا هيتقطع، فما تحاولش تخسر ده كويس. في حاله اللي انا بتكلم مع على جهاز صامت، انا برضو عايز ايه، اديكم برضو نقطه تانيه في موضوع الجهاز. احنا دلوقتي الجهاز ده عايزين يوصل لنا رساله، اللي انت تعرف ان انا اختراعي مهم وكده. طبعا الجهاز بص هو هيبدا يلف زي ما انت شايف كده كويس. ده لما هتعمله، لان انا بشوف الكلام ده وانا بصور وانا باصص للناس، الناس بتضحك لما انا بتكلم. انا ما بقولهمش على فكره الجهاز، ما بقولش ان انا الجهاز ده على فكره شغال، ما بقولش كده. انا بقول ده عباره عن بروتوتايب بعرض بيه جهازي كذا كذا. انا ما قلتش لسه، انا مش بحرق المفاجاه، خلي بالك. يعني ايه اعتبرها مفاجاه؟ انت هتتفاجئ بعد كده اللي انا بتكلم ومش عارف ايه، بعد كده اروح جاي ايه لافف الجهاز مثلا، فانت ايه ده الجهاز اشتغل، ده بيلف كويس. الفكره والعرض اللي احنا بنقدمه، طبعا مش شرط الجهاز، انا مش بقول مش شرط يبقى الجهاز بتاعك صغير قدامك على المكتب اي حاجه كويس، بس ما يبقاش انت تركيزك عليه، بتبص له مش باصص للناس، سايب الناس بعيد وانت ايه خوفك بالدريف الجهاز، عمال تبص له. لا، العرض بتاعنا يكون انت بتقنع الناس بنفسك. اول حاجه ما تتكلمش عن نفسك كتير، احنا بنتكلم على الجهاز. حسب الاختصار خلينا نقول الاولويات. لو انت قابلت مثلا امير كويس، فيجي يقول لك طيب عرفنا، هتبدا تقول انا فلان الفلاني مثلا، وتدخل على طول تتكلم على الجهاز. لقيته عنده استعداد يسمع منك تقول بعديها، انا بعمل كده على فكره، بعد ما اتكلم على الجهاز، هو جاي شاف الجهاز وشافني، ممكن يكون هو حس ان انا شكلي معامل حاجه كويسه، سمع على الجهاز، بدل واقف هو لسه عايز يسمع اكتر كويس. مش هتقول له طب عندك اي سؤال؟ ما انت كده بتقول له يلا مشي، يا تسال يا تمشي، اكيد ده عيب كويس. فتبدا تكلمه، ضيف انت اسئلتك، عارف الحاجات اللي انت مجهزها، لا ضيفها وحطها. فتبدا تقول له
الجهاز ده بقى جالي عن طريق ايه؟ يعني جات لي الفكره دي ليه؟ لان حصل معايا مشكله 1 2 3. الشركه الفكره دي بقى واللي احنا بنقوله ده تبقى حاجه مؤثره، يعني هي ايه يعني تراجيدي شويه، يعني بتقول بقى انا حصلت معايا مشكله واثرت معايا وفعلا يعني فعلا في ناس لا ما شاء الله بتحكي مشكله تحس فعلا تحس انت بالمشكله. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. قدمنا الفكره كويس، لقيته لسه واقف، ابدا اخش عليه بفكره لا انا الموضوع ده حصل لي عن طريق كذا كذا. طب لسه واقف، ممكن لسه واقف كويس. نبدا ندخل تصنيع الجهاز، انت خلي عندك سيناريو، خليك شاطر كويس. تصنيع الجهاز كذا كذا، لا ممكن اهم من دي كمان، ما احنا عند احنا ايه هتبقى انت عارف الوقت اللي انت هتقف فيه ده هتعمل ايه في ايه بالظبط، بحيث اللي يطلع من عندك يكون مبسوط، هو عايز يسمع منك اديله كمان كلام. ممكن بعد ما تقول له الجهاز ده كذا كذا تمام، هتبدا تدخل معاه، خلينا نربطها حتى احطهم لك في موضوع واحد. هتروح جاي قايل له ايه؟ والله بالنسبه للجهاز ده هو تصنيعه مش صعب، انا طبعا عامله، اسمع كلامي كاني بكلمك حقيقي على الجهاز، انا عامله طبعا بحاجات يا يعني مثلا دي تروس حديد وده شاسيه الومنيوم، بس انا نفسي اصلع كل دول من الالومنيوم بحيث يبقى وزنه اخف من كده. ابدا اتكلم عليه واقول انا شايف ليه غدوه اقتصاديه كذا كذا كذا، ولو نفذناه هنقدر نستفيد منه كذا كذا، وانا عامل دراسه جدوى حتى ولو مبسطه، هتقول دراسه جدوى ممكن كمان تدي له كارت وتدي له قبل ما يمشي تروح يعمل له دراسه جدوى، ربما الموضوع يعجبه فيفكر يستثمر معاك. يعني ده باختصار حاجات احنا بنقدمها علشان نقنع المستثمر او الجهه بطريقه العرض بتاعنا. زي ما قلت براجع معاك، يكون عندك سيناريو جات لك الفكره ازاي، يكون عندك سيناريو تتكلم على الفكره ازاي. انا برضو يمكن قلت قبل كده، انا وانا عامل صيغه للجهاز ده انا حافظها، عملتها باللغه الانجليزيه، كانت سهله جدا، لان مثلا انا رحت ماليزيا، رحت كذا دوله ما فيهاش لغه عربيه كويس، فحفظت صيغه، حتى انا مش قوي في اللغه، حفظت صيغه هي باللغه العربيه دي، حفظتها باللغه الانجليزيه خفيفه شبه الاغنيه، بسطت الكلام لنفسي. فيقابلني حد يقف يبص عليا، اروح جاي انا قايل له ايه؟ كلمتين اللي انا حافظهم اللي هم اربع سطور مثلا كويس؟ شرح لجهازي برضه تمام؟ ده الموضوع ببساطه كده، دي طريقه العرض. انت ممكن تبدع وتبتكر وتعمل اللي انت عايزه. هقول لك برضه نقطه اخيره عشان انهي بيها الفيديو ان شاء الله. في حاله انت حسيت الناس عندها ملل كويس؟ انا مره كنت في جامعه بالدول العربيه كويس؟ وحسيت الناس عندها ملل تمام؟ فانا بتكلم وقاعد على واقف كده على ستيج جامعه الدول العربيه بقى كويس؟ ففي حد قبليا كذا حد، فالناس ممله، الناس يعني ايه حاسس بملل، بقت قاعده كده ايه ساكته كده ايه وفي هدوء كويس. فانا اتكلمت وبتاع، بدات عرضت فيديو وبعد كده بدات اتكلم، اتكلمت كويس. بعد كده رحت جاي عامل ازاي، قلت لهم شايفين بقى الجهاز ده، والله رفعته فوق كده لفوق كده، قلت لهم شايفين بقى الجهاز ده، ده انا استفدت منه كتير وتعلمت منه كتير وساعدني في كذا. بدات اديهم حماس، انا خلصت العرض بتاعي ده والناس كانت مبسوطه جدا وفرحانه، انا غيرت مود الناس بحماسي. دي نقطه، دي مهمه جدا. لو لقيت الناس ممله او بدات تهدى، ابتكر اعمل اللي انت عايزه، انت مخترع، انت مش دكتور في جامعه وبتقدم محاضره جامعيه، لا انت مبدع ومبتكر، قدم اللي يريحك، بس حاول تحافظ على الضوابط اللي انا قلتها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ان شاء الله هحاول. يعني طبعا انا شغال وعندي وشغال دلوقتي في المكتب، عندي شغل، بخلص نماذج وكده، لكن يعني ربنا يعين الجميع ان شاء الله. كل ما افتكر حاجه كده تكون مميزه ان شاء الله تستفيدوا منها ان شاء الله هنزلها لكم. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.